في الجزء الثاني إن شاء الله في هذا المقطع نستكمل المحاضرة الخاصة بالـ Excretory Systems، والعنوان التالي هو The Human Urinary System، أي الجهاز البولي لدى الإنسان. الـ Human Kidneys في البداية هم الجزء الأساسي والمهم، وهي عبارة عن الكلية بتاعت الإنسان، وهي بين shaped يعني شكلها على شكل حبة الفول، واللون بتاعها ريدش براون اورجنز يعني لونها بني على حمار. each about the size of a fist يعني كل واحدة منهم تماما حجمها مثل حجم قبضة اليد. وين مكان تواجدها بالبادي بالجسم؟ located on each side of vertebral column، موجودة حوالين العمود الفقري، just below the diaphragm أم خلف مباشرة من الحجاب الحاجز، لأن كل كلية من التنتين is connected to a ureter، مرتبطين مع الحالب. واليوريترز conduct urine from the kidney to the urinary bladder، والحالب مهمته أن يوصل اليورين البول من الكلية إلى اليورينري بلادر، إلى المثانة البولية. اليورينري بلادر المثانة مهمتها تخزين اليورين stores urine، واليورين بعد ما بتم تخزينه بتم إخراجه voided through the single urethra، بتم إخراجه عن طريق مجرى البول، وهو عبارة عن مجرى واحد حيكون موجود. هذه صورة توضيحية للكلام اللي تكلمت فيه. هي عندني الكدني الأولى الموجودة على اليسار، والكدنة الثانية اللي موجودة على اليمين، ولاحظ أن دائما الكدني اللي بتكون على اليمين منخفضة قليلا عن اليسار عشان تترك مجال للكبد يأخذ حيز. الآن الكدني بتقوم بإنتاج اليورين. الكدني طبيعة الحال هي باللون الأصفر، في عنا يوريتر متصل بها اثنين، واحد مرتبط باللي موجودة باليسار والآخر مرتبط باللي موجودة باليمين، وهذا بقوم بتوصيل اليورين إلى منطقة اليورينري بلادر، إلى المثانة اللي مشار إلها بهذا الشكل، وهي بتقوم بتخزين البول، وبتم إخراج البول عن طريق اليوريثرا وهي مجرى البول إلى الخارج الموجود. الآن في عندي أنا هناك الرينال آرتري اللي هو الشريان اللي بيعدي في الكلية، بسميه رينال آرتري اللي باللون الأحمر، وهناك أيضا الوريد الكلوي بسميه رينال الفين، وأنا واضح في الصورة الأورطة شريان الأورطي والإنفيريور فينا كافا الشريان الوريد الأجوف السفلي. الصورة الثانية في بيه عبارة عن أنجيو جرام توضح للصورة تماما كيف شكل الدم وش بلود كابيلاريز اللي موجودة بكثرة في داخل الكلية، وأيضا بتبين باللون الأصفر اليورين وهو عادي في اليوريتر. نشوف الآن بالتفصيل تركيبة الكيدنس. الكيدنس مكونة من 3 major parts، من 3 أجزاء رئيسية. الجزء الأول بسميه رينال كورتكس أي القشرة الكلوية، وهي الأوتر ريجن أي الخارجية، وهي شكلها حبيبي بسميها granular appearance أي مظهر محبب. الجزء الثاني الرينال مظلة اللي هي اللي في الداخل، وهي مكونة من 6 إلى 10 كون شيب رينال بيراميدز أهرامات مخروطية الشكل، عددها من 6 إلى 10. والجزء الأخير اللي هو الرينال بلفس اللي هو حوض الكلية، وهو هولو شامبرت إنر موست بارت أوف ذا بادي، وهو مجوف غرفة مجوفة داخلية تمثل الجزء الداخلي معظم الجزء الداخلي من الكلية. هذه صورة توضيحية للميكروسكوبيك والماكروسكوبيك أناتومي أوف ذا كدني. الصورة الأولى الماكروسكوبيك، لو عملنا قطاع طولي في الكلية بنلاحظ أنه تماما هاي عندي منطقة الكورتكس اللي بالخارج، في عندي منطقة المظلة اللي بالوسط، في عندي منطقة البلبس اللي موجودة. الآن لو طلعت أنا في الرينا المظلة بنلاحظ شكل البيراميدز،
الأهرامات وهي من 6 إلى 10 موجودين. طبيعة الحال بتقوم بعملية الكلية تكوين اليورين وتجميعه في منطقة الحوض اللي هي متصلة باليوريتر. الصورة الثانية عبارة عن ماكروسكوبك بوضح لي 2 نفرونز، نفرونين اثنين. المنطقة من هان إلى هذه المنطقة تشمل المظلة والبلفس، هون لهون المظلة والبلفس، والمنطقة الفوق الخارجية هي الرينال كورتكس. لاحظ معايا أن النفرون موجود في منطقة الرينال كورتكس وبيمتد في قناة التجمع من داخل الرينال مظلة وبيصب في منطقة الحوض بتاع الكلية. طبيعة الحال القناة اللي بتصب هي ما يطلق عليها collecting duct، قناة التجمع اللي موجودة في تركيبة النفرون. الآن نتكلم بالتفصيل عن النفرونز بشكل عام. كل كلية تحتوي على أكثر من 1 مليون تيني توبيولار نفرون ذات بروديوس يورين، أي على أكثر مليون من النفرونات الأنيبيبية التي تقوم بإنتاج البول اليورين. وكل نفرون مكون من عدة أجزاء مثل ما درسته بالسابق. أولا من الجلوميريال كبسول أو بومانس كبسول، بسميها محفظة بومان، مكون من الجلوميريولاس، محفظة من البروكسيمال كونفيوليتد تبيول الأنبوب الملتوي القريب، واللوب أوف ذا نفرون أو لوب أوف هيلي، لوب اوف هيلي بالاسم بتبعه معروف، والديستال كونفيوليتد تبيول الانبوب الملتوي البعيد، واخيرا الكولكتنج دوت قناه التجمع. وهي واضحه في هذه الصوره اللي امامي. هذه المحيطه بالدائره هي عباره عن جلوميرولس كبسول او بسميها بومانس كبسول، محفظه بومان. في الداخل في الجلوميرولس وهي عباره عن شعيرات دموية كثيفة ملتفة مع بعضها البعض في داخل هذه المحفظة. ثم الأنبوب اللي بيجي بعديها بنسميه الأنبوب الملتوي القريب، Proximal Convoluted Tubule. بننزل لشكل الأنبوب الماخذ شكل U، وهو عبارة عن Loop of Hilly، Loop of Hilly تماما. ثم بنصعد، بصعد النفرون في أنبوب بنسميه distal convoluted tubule، أي الأنبوب الملتوي البعيد، وهذا الأنبوب الملتوي البعيد بصب في أنبوب بالآخر بنسميه collecting duct، أي قناة التجمع. هذه التركيبة اللي موجودة. الآن في عندي أنا تتبع مسار الدم حوالين النفرون باتجاه الأسهم، يعني بيجي الدم من الرينال artery من الشريان الكلوي باتجاه بدخل في الجلوميرولوس، هذا بنسميه الافرنت يعني الوارد، الشريان الصغير الوارد، ثم بيطلع من الجلوميرولوس وبيطلع في الافرنت الصادر ارتريول، ومن ثم بيتجه زي ما احنا شايفين حوالين مقاطع النفرون بهذا الشكل. لما بعدي البلاد في داخل الجلوميرولوس بصير له عمليه تكوين اليورين من خلال الفلتريشن، الترشيح والعمليات الأخرى اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الشرائح التالية. الصورة اللي أمامي بتبين النفرون أناتومي، تشريح النفرون، وهي عبارة عن مايكروغراف صورة، وهي بتوضح تماما التركيب اللي موجودة في داخل النفرون. في الصورة الأولى صورة سطحية للجلوميرولوس والبلاد سبلاي، أي التروية الدموية والإمداد بالدم من خلالها. في عندي واضح في هذه الصورة هذه التجمعات من الأوعية الدموية تمثل الجلوميرولوس، والأفيرنت أرتريول اللي هو عبارة عن الوارد، الشريان الوارد الصغير، والأفيرنت اللي هو الصادر اللي مهم. في الصورة رقم بي سي الكروس سكشن اوف جلوميرولوس اند كونفيوليتد تبيول، انقطاع عرضي في الجلوميريوس والكونفيوليتد تبيول الانبيبات الملتويه. واضح عندي هنا في صوره ديستال اللي هي الانبوب الملتوي البعيد، وهنا البروكسيمال الانبوب الملتوي القريب. في الصوره الاخيره كروس سكشن لللوب اوف نفرون ليمس اند كولكتنج دوت، لللوب اوف هيلي والكولكتنج دوت. هنا واضح عندي الاسندنج اي
الصاعد، وهنا الديسندنج الهابط من اللوبة فلي، وهنا الكوليكتنج الضغط، وهذه تظهر عندي الكابيلاريز اللي هي عبارة عن الشعيرات. بعد ما عرفنا تركيب النفرون بشكل تفصيلي، ننتقل الآن نفهم كيفية عمل الكلية، أي بمعنى آخر كيفية تكوين اليورين، كيفية تكوين البول في الكلية. اليورين برودكشن أي إنتاج البول requires three distinct processes، أي يتطلب ثلاث عمليات منفصلة. العملية الأولى بنسميها glomerular filtration أي الترشيح الكبي، وهي تتم في الجلوميرولار كبسول أو في محفظة بومان. هنا البلد بريشر ضغط الدم بسبب إنه الجزيئات الصغيرة تتحرك من الجلوميرولوس إلى داخل محفظة بومان أو الجلوميرولار كبسول. لأن تركيبة الراشح اللي بيكون موجود في منطقة الكبة اللي هو الجلوميرولار فلتريت حيكون نفس تركيبة البلازما الموجودة، إلا باستثناء إنه بكون خالي من البروتين. ليه؟ لأنه جزيئات البروتين بتكون كبيرة مثل الألبومين ولا ترشح، فبتظل موجودة في مجرى الدم. العملية الثانية يطلق عليها tubular reabsorption أي إعادة الامتصاص الأنبوبي، وهي بتتم في الconvoluted tubules أي في الأنيببات الملتوية. هنا عملية إعادة الامتصاص أي بمعنى أنه في هناك أيونات وجزيئات حيتم إعادة امتصاصها من داخل اللومن، من داخل النفرون إلى داخل مجرى الدم. أحد أهم العناصر اللي يعاد امتصاصه اللي هو الصوديوم، وبيتم امتصاصه active transport أي عن طريق النقل النشط، أي من التركيز الأقل إلى الأعلى وباستخدام طاقة. الأيون الآخر اللي هو الكلورايد والووتر، الكلور والماء، بيتم عبورهم passively، إعادة امتصاصهم من التركيز الأعلى إلى التركيز المنخفض. أما بالنسبة للنيوترينس، المواد الغذائية زي الجلوكوز والأحماض الأمينية، فهي selectively reabsorbed، بعاد امتصاصها بشكل متخصص على حسب كل على حسب النوعية بتاعته. في هناك نواقل خاصة به. العملية الثالثة وهي يطلق عليها tubular secretion أي الإفراز الأنبوبي، وهي تتم أيضا عند الconvoluted tubules في الأنيببات الملتوية. بعض الجزيئات مثل الـ H بلس والبروتين وبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية زي البنسلين بيتم لها عملية إفراز عن طريق الـ active secreted أي النقل الإفراز النشط إلى داخل الconvoluted tubule. هذه الميكانيكية مهمة كتير حتى تساعد الجسم helps the body get rid of potentially harmful compounds that were not filtered into the glomerulus أي بساعد الجسم على التخلص من المركبات الضارة التي لم يتم ترشيحها في منطقة الجلوميرولوس. نشوف الآن في الشريحة التالية توضيح لكل هذه العملية. الآن هذه توضح the processes in urine formation، العمليات اللي بتتم في تكوين اليورين. الصورة الأولى بتبين الثلاث عمليات الموجودة. عند العملية الأولى مثل ما وضحنا الجلوميرولار فلتريشن، الترشيح اللي بتتم في منطقة الجلوميرولوس، وهنا الووتر والأملاح والمواد الغذائية وكذلك الفضلات تتحرك من الجلوميرولوس إلى داخل المحفظة الموجودة. هذه السمول مولكيولز بنسميها جلوميرولار فلتريت أي الراشح الكبي. في العملية الثانية اسمها tubular reabsorption، إعادة الامتصاص الأنبوبي، وهنا المواد الغذائية والأملاح راح يتم إعادة امتصاصها بشكل نشط إلى الكونفيوليتد من الأنيببات الملتوية إلى الأوعية الدموية الموجودة، ينقلها إلى الدم، بينما الووتر بيعدي passively من خلال الانتشار من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل. العملية الثالثة اللي هي tubular secretion، عملية الإفراز الأنبوبي، وهناك بعض المواد مثل حكينا الـ H بلس والبنسلين بيتم إفرازها بشكل نشط أي من التركيز الأقل إلى الأعلى، إلى من البريتيبولار كابيلاري نتورك، من شبكة الشعرات الدموية اللي في الدم إلى داخل الأنيببات الملتوية. الصورة هنا صورة عبارة عن فوتو مايكروغراف
بتوضح هذه الصورة عندنا الخلايا التي تبطن البروكسيمال تيبيول بوفيوليتد تيبيول، وهي ماخذة على شكل برش مثل الفرشاية، بتزيد مساحة السطح ومكونة من خمالات عشان تسهل عملية إعادة الامتصاص للمواد. الآن نشوف بالضبط الكلية وأهميتها لعملية الهيميوستاسيس، لعملية التوازن الداخلي. إذا الكيدنيز أند هيميوستاسيس، الكيدني لها 4 وظائف مهمة بنسميها هيميوستاتيك فانكشنز، وظائف مهمة للحفاظ على التوازن الداخلي بالجسم. أولا وظيفة excretion of metabolic wastes، أي إخراج الفضلات اللي تنتج عن عمليات الأيض أو عن عمليات التمثيل الغذائي. العملية الثانية والوظيفة الثانية maintenance of water salt balance، المحافظة على توازن الماء والأملاح بالجسم. الوظيفة الثالثة maintenance of acid base balance اللي هو الـ pH balance، المحافظة على التوازن الهيدروجيني، الرقم الهيدروجيني أو الحمضي والقاعدي. في طبيعة الحال حيكون مهم كتير لقيام الخلايا بوظائفها في جسم الإنسان. نشوف الآن مع بعض أيضا كمان الوظيفة الرابعة، وهي secretion of hormones، لأنه في هناك عدة هرمونات عدة بيتم إفرازهم من خلال الكلية. واحد أهم الهرمونات المهمة اسمه إريثروبيوتين. الإريثروبيوتين يفرز إذا حدثت حالة أنيميا، فقر دم في الجسم، فبتقوم الكلية بإفراز الإريثروبيوتين. الإريثروبيوتين هيأثر على نخاع العظم الأحمر الريد بون مارو، ويحث على إنتاج الريد بلاد سيل أي خلايا الدم الحمراء. إذا هو تستيمولييت ريد بلاد سيل برودكشن. الآن نشوف بالتفصيل هذه الوظائف. تكلمنا في الوظيفة الأولى وهي إخراج الميتابوليك ويست. الوظيفة الثانية كانت اليورينري سيستم، هي مينتينينج ذا ووتر سولت بالانس، الحفاظ على التوازن المياه الماء والأملاح في الجسم. بيتم ذلك من خلال انه الكيدنز عندنا بيعملوا اكسكريشن اوف هايبرتونيك يورين، يعني اليورين بيكون المواد اللي موجودة في المذابة عالية التركيز، أعلى من اللي موجود في البلد، وهذا الأمر بيعتمد على إعادة امتصاص الماء من اللوب أوف هيلي، من اللوب نفرون، وأيضا من قناة التجمع الكوليكتينج داكت. الآن التدرج في الضغط الأسموزي بنسميه أزموتيك جريديانت within arena المظلة، with arena المظلة causes water to leave the descending limb along its entire length. هذا التدرج في الضغط الأسموزي داخل الرينا المظلة هو الذي يؤدي أن الووتر ممكن يغادر الذراع النازل من اللوب بهلي على امتداده تماما، وهذا ما يطلق عليه اسم counter current ميكانيزم، أي آلية التيار العكسي. الفلتريت هذا الراشح اللي موجود في collecting duct راح يواجه the same osmotic gradient، راح يواجه نفس التدرج أو الاختلاف في الضغط الأسموزي اللي هو سيعمل على إعادة امتصاص الماء. الآن الماء حيعدي أو بيعبر من خلال قنوات الماء الخاصة به، وهي اللي يطلق عليها الاسم aquaporins. نشوف الآن كيف آلية تنظيم إعادة امتصاص الماء. بيتم الأمر من خلال هرمون اسمه أنتي دايوريتيك هرمون، أي الهرمون المضاد للتبول، نختصره بالـ ADH. هذا الهرمون بيفرز من البستيريور لوب للبتيوتري جلاند، أي الفص الخلفي من الغدة النخامية، وهو بيتجه مع الدم إلى أن يصل إلى الكيدنز، وهناك بيؤمر أو بحث على عملية إعادة امتصاص الماء في الكوليكتينج داكت في قناة التجمع، وبالتالي يسمح بإخراج هايبرتونيك يورين، يقلل من كمية الماء، لكن بتكون نسبة الأملاح فيه عالية في الماء، فبكون هايبرتونيك في هذه الحالة. الآن الديوريسز اللي هي إضرار البول تعني
إنه زيادة كمية البول اليورين الأنتي دايوريسيس بتعني تقليل كمية اليورين. من الاسم لهذا الهرمون أنتي دايوريتيك هرمون، إذا هذا الهرمون حيقلل من كمية الماء اللي بيتم إخراجها مع اليورين من خلال causes the insertion of additional aquapurines، بعمل على بناء وإدخال قنوات إضافية خاصة بالماء أكوابورينز في منطقة الديستال كونفيوليتد تبيول في الأنبوب الملتوي البعيد وفي منطقة الكوليكتنج داكتس في الخلايا بتاعتها، وهيك بيقوم بعملية إعادة امتصاص الماء والتسبب في إخراج هايبرتونيك يورين. نشوف شكل توضيحي لعملية توازن الماء والأملاح اللي بيتم من خلال اليورينري سيستم وعملية إعادة امتصاص السولت أند ووتر في هذه الصورة الواضحة الأمامي. لو نظرنا إلى منطقة الأسندنج ليمب اللي هي الأنبوب الصاعد في اللوب فيلي، بنجد إنه بيتم إعادة امتصاص الصوديوم، بمعنى بيتم نقل الصوديوم من داخل الأنبوب إلى الكابيلاري نتورك إلى شبكة الأوعية الدموية. ولو نظرنا إلى منطقة الكوليكتينج دوت بنلاقي إنه اليوريا نفس الإشي بيتم سحبها من داخل قناة التجمع بتاعة النفرون إلى المجرى الدم في الأنسجة بتاعة الرينال ميدلا. لأن وجود هذه الأملاح هيساعد على إحداث بيئة بنطلق عليها هايبرتونيك انفايرمنت، يعني بيكون تركيز الأملاح فيها عالي، هذا سيؤدي إلى سحب الماء إعادة امتصاص الماء في منطقة الديسندنج ليمب في الأنبوب الهابط من اللوب فيلي، وهيك بصير عملية معادلة وبيرجع الماء إلى الكارديوفاسكولار سيستم إلى الجهاز القلبي الوعائي. نشوف الآن الوظيفة الأخرى اللي هي الهرمونز كنترول ذا ري ابسوربشن اوف سولت. ما هي الهرمونات اللي موجودة في داخل الجسم وهي تتحكم بإعادة امتصاص الأملاح؟ يعني في هناك نظام متكون من هرمونات يطلق عليه رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم، وهو تماما بمسميات الهرمونز اللي بيلعبوا دور في هذا النظام، وهي الرينين والأنجيوتنسين والألدوستيرون. لأن كيف بيشتغل هذا النظام؟ كيف بيعمل ميكانيزم؟ لأن لو قل حجم الدم، يعني عندي لو بلاد فوليوم ووصل إلى الكلية، الكلية حتفرز تلقائيا الرينين. هذا هرمون الرنين هيحول الأنجيوتنسينوجين موجود في البلازما بينتج من الكبد إلى أنجيوتنسين 1. هذا الأنجيوتنسين 1 هيتحول إلى الأنجيوتنسين 2. إذا المهم واللي بيلعب دور كبير في هذا النظام الأنجيوتنسين 2 أولا. الأنجيوتنسين 2 هيتجه إلى الأدرينال إجلاند الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلية ويأمرها بإفراز الألدستيرون. هذا الألدستيرون هيتجه إلى منطقة الديستال كونفيوليتد تبيول في الأنبوب الملتوي البعيد ويحث عملية إفراز البوتاسيوم وإعادة امتصاص الصوديوم في هذه المنطقة. إعادة امتصاص الصوديوم reabsorption of sodium ion هيتبعه water reabsorption، لأن الصوديوم هيسحب معاه الووتر وبالتالي هيزيد حجم الدم وكذلك حيرتفع ضغط الدم في هذه الحالة، عملية تعويضية للي حدث نتيجة لنقص اللي هي حجم الدم. هناك هرمون ثاني أيضا بيلعب دور وهو اتريال ناتريوريتيك هرمون، بنختصره بالـ ANH. هذا بيفرز من مناطق الاتريا من مناطق الأذينين بتاعت القلب الهارت، لما الكاردياك سيلز خلايا العضلة القلبية ار ستريتشد يعني امتدت توسعت بسبب زيادة حجم الدم، فتلقائيا الاتريا بيفرز هذا الهرمون الـ ANH، والـ ANH بيمنع افراز الرنين والالدستيرون. هذا سيؤدي الى اخراج البوتاسيوم وحيتبعه الووتر وبالتالي حيقل البلد فوليوم ويقل البريشر، عكس تماما ما هو حدث بالنسبة للألدستيرون. في الصورة واضحة اللي هو التأثير أو على النظام الرنين أنجيوتنسين ألدستيرون سيستم،
هنا واضح الصورة أمامي لبلد فيزلز. لما بيقل حجم الدم البلد فوليوم، الكدني بيفرز الرنين. الرنين سيسرع من تحويل الأنجين والتنسينوجين الموجود في البلازما ويفرز من خلال الكبد، هيسرع تحويله إلى الأنجيوتنسين 1. الأنجيوتنسين 1 هيتحول من خلال الأنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم إلى أنجيوتنسين 2. الأنجيوتنسين 2 هيتجه إلى الأدرينال كورتكس، الغدة الكظرية، ويأمرها بإفراز الألدوستيرون، والألدوستيرون هيقوم بعملية إعادة امتصاص الصوديوم والووتر معه، هيرفع حجم الدم وهيرفع ضغط الدم. مع التنويه انه الانجيوتنسين 2 نفسه هو يعتبر فازو كونستركتور، يعني بيعمل بوتنت قوي، يعني بيعمل تضييق للشعيرات الدمويه وبالتالي بيرفع ضغط الدم. نشوف الوظيفة الأخرى وهي maintenance of acid base balance، المحافظة على توازن الحمضي والقاعدي، بمعنى أنه بيخلي الـ pH يبقى متعادل في داخل الدم. الـ functions of cells are influenced by pH، يعني pH مهم كتير في عملية الهيموستاسيس، لأنه الخلايا لا تستطيع أن تقوم بالوظائف تبعها إلا في النورمال بي اتش الطبيعي. والبي اتش بيتم تنظيمه ريجوليتد في داخل الجسم الانسان بواسطه البايكربونيت بفر. هذا البايكربونيت بفر سيستم عباره عن نظام بيعمل ادجستمنت للبي اتش من خلال طريقتين، اما من اعاده امتصاص البايكربونيت ايونز او من خلال افراز الهيدروجين ايونز. هيك بيساعد على ضبط قيمة البي اتش في الجسم. الآن نشوف دور البريثينج، دور عملية التنفس. اتفقنا بأنه إذا زاد غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم تلقائيا حيصير عملية إخراج الكربون دايوكسيد باي لانجز، وهذا حيأثر على البايكربونيت ليفل ان ذا بلاد. كيف الأمر بيتم؟ شوف الآن بعد قليل. هذا الأمر بيوضح تماما كيف آلية التبادل اللي بتتم ما بين الكدني تبيول اللي هي الأنابيب بتاعت الكلية وما بين الكابيلاري الشعيرات الدموية اللي موجودة بجوار الكدني تبيول. الآن بالنسبة للدم احنا بنعرف انه لما بزيد غاز ثاني أكسيد الكربون حيزيد تركيز البروتون الـ H بلس، الـ H بلس بيغادر من مجرى الدم الكبيرلي إلى الكدني تبيول وبتفاعل مع الأمونيا وبيكون الأمونيوم، أيون الأمونيوم اللي بيتم إخراجه. الآن البايكربونيت عشان يعادل هذه الحموضة بيتم امتصاصها من الكدني تبيول إلى داخل الكابيلاري الشعيرات الدموية، أي إلى مجرى الدم في تلك المنطقة القريبة من الكدني تبيول. هيك احنا بنكون انهينا هذا الشابتر وهو الشابتر الاخير في هذا المساق. اتمنى انه يعني تم شرح المواضيع بشكل وفي وكافي، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة المسجلين في هذا المساق، وشكرا جزيلا لكم.